ونحن لما كنا مراد كنا نتعالى قلنا مناقص مستشفى ناقيد إلا بالتربة أنا ناقيد باصة وأنا مناقيد لما حد عالق وش بالتربة ولا بيان المركز ما حد عالق ونشونا كان ماشي دكاترة قل لك ولا هنحا ولا ما فيش لا كشافات ولا فحوصات ولا أي حاجة كان المستشفى تقريبا شبه مهجور كنا نوصل في أيام حالات خمسات وفي أيام حالات مش حالات خالص كنا نمضي أيام من غير أي حالات منطقة بني شيبة كمنطقة في قرية قرية بمعنى قرية حال المادية المواطن ما يشدك اللي تسمح الدخل المادي ضعيف جدا حالات كانوا تعبين يروحوا لمناطق بعيدة مثل المركز والتربة وكذا صاروا يقولوا عندنا يعني قالوا الحمد لله إنه في دكاترة نتوفر دكاترة توفر علاجات ما جي يعني عند الدكتور عمل لي فحوصات عمل لي جهازات تخطيط قلب وكل شيء أنا وسعادة وكل شيء داخلت المستشفى دي حصلناه.